يخلد ميناء الدار البيضاء المكون الأساسي للمدينة الذكرى المئوية على إنشائه. 100 سنة من التاريخ، 100 سنة من الإنجازات، 100 سنة في خدمة المغرب. يرجع تاريخ ميناء الدار البيضاء إلى مئات السنين ظل خلالها مفتوحاً للمبادلات التجارية، فمنذ القرن 13 عرف بنشاطه التجاري لتصدير الحبوب والقطاني. وفي سنة 1904 شهد المغرب في ظل السلطان المولى عبد العزيز وضع أول تصميم لبناء مسطحات مساحتها 10 هكتارات، وبالرغم من ذلك بقي الميناء معرضاً للأعاصير التي بلغت ذروتها خلال شتاء سنة 1911 و1913. من أجل تجاوز الصعاب التي تسببها قوة الأمواج، تقرر بناء ميناء عصري على إثر مناقصة حددت يوم 25 من مارس 1913 الشركة الفائزة، ووافق السلطان مولى يوسف عليها برسالة سلطانية يوم 2 من أبريل 1913. وانطلق تصميم هذا الميناء الجديد من المشروع الذي أمر به المولى عبد العزيز، وأخذ بعين النظر كل إمكانيات التوسيع عند الضرورة، وكان فعلا تصميما منفتحا مما مكن الميناء من التطور وكل ما تطلب الأمر ذلك. وهو ما عاشه الميناء بعد اكتشاف الفوسفات سنة 1921 بخريبكا، وتطلب الأمر بناء رصيف لتصديره. بعده تلته توسعات أخرى مع المضي قدما في بناء وتمديد الحاجز الرئيسي على مئات من الأمتار لحماية الميناء وتمكينه من استقبال السفن في كل أمان. مع مرور السنين شهد ميناء الدار البيضاء توسعا مهما، وضاعف حجم المبادلات التجارية بين المغرب والخارج ليصبح ركيزة هامة في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب. في الوقت الحاضر يعتبر ميناء الدار البيضاء منشأة دولية يمتد على مساحة 450 هكتارا، من ضمنها 256 هكتارا من المسطحات، كما يصل طول أرصفة الميناء إلى 8 كيلومترات، تؤمن عبور 25 مليون طن من السلع. بصفته منصة تبادل تجارية على الصعيد الوطني، يستطيع ميناء الدار البيضاء استقبال 40 سفينة في آن واحد، وهو مجهز بشبكة للسكك الحديدية يصل طولها إلى 17 كيلومترا. يحتضن ميناء الدار البيضاء 35% من مجموع التبادلات التجارية للمغرب، محتلا بذلك المرتبة الأولى على الصعيد الوطني. استقبل في سنة 2012 أكثر من 3000 سفينة تشكل حاملات الصناديق الحديدية ثلثها العاملة على كبريات الخطوط البحرية من جميع أنحاء العالم.
وزيادة على النشاطات التجارية، يوفر ميناء الدار البيضاء ميناء كبيرا للصيد البحري والعديد من التجهيزات والبنيات التحتية بالحوض الجاف. لتدعيم جاذبية ميناء الدار البيضاء، ينمي ميناء الدار البيضاء الرحلات البحرية السياحية. خلال سنة 2012 رصى بميناء الدار البيضاء قرابة 200 سفينة رحلات سياحية، وعبره ما يقارب 300 ألف سائحا، بارتفاع قدره 24% مقارنة بسنة 2011. يعتبر ميناء الدار البيضاء بمثابة خزان للمهارات، ويشغل بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30 ألف شخص ذوي كفاءات مختلفة، من البحار إلى الشيال، من ناقل السلع إلى المهندس والمسير والطاقم الإداري، ويجند كل يوم هؤلاء الأشخاص مجهوداتهم وطاقاتهم لتسيير العمليات المينائية بكل نجاح. في جهوده لتحديث البنيات التحتية، أطلق المغرب مخططاً هاماً لإعطاء ديناميكية لمنشآته المينائية عبر المملكة، بغية تعزيز قدراته اللوجستيكية وتنافسيته. ولقد تم تجسيد هذا المخطط عبر الاستراتيجية المينائية في أفق 2030. ولقد عملت هذه الاستراتيجية على رسملة مختلف الاستراتيجيات، وتتوقع ما بين 2010 و 2030 نمواً في الرواج المينائي المحفز على تنافسية الاقتصاد الوطني من 3 إلى 4 مرات. سيندرج ميناء الدار البيضاء في قطب القنيطرة الدار البيضاء مع تخصص في الأروجة المينائية التالية: الصناديق الحديدية، الحبوب، الرحلات البحرية والترفيه، رواج البضائع المختلفة. ولمطابقة البنيات المينائية مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة، تم إنجاز مشاريع كثيرة، فيما ستنجز أخرى نذكر منها: إنجاز محطة ثالثة للصناديق الحديدية بقدرة معالجة 600 ألف صندوق مقابل 20 قدما، مما سيرفع القدرة الإجمالية للميناء إلى 1.6 مليون صندوق مقابل 20 قدما. إنجاز محطة رابعة تبلغ مساحتها 66 هكتارا، ومنطقة مجاورة للميناء للنشاطات اللوجستيكية مرتبطة بالمناطق اللوجستيكية متعددة الاختصاصات. خلق منطقة اللوجستيكية بيزنات الجديدة على مساحة 323 هكتارا، بما فيها 202 هكتار في سنة 2015، التي ستربط بالميناء عبر طريق وبالسكة الحديدية من داخل الميناء. تطوير محطة جديدة للرحلات البحرية على المدى الطويل، نقل نشاطات حوض بناء وإصلاح السفن بالقرب من المحطة الشرقية للصناديق الحديدية. فتح المنطقة ما بين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي، وإقرار علاقة جديدة بين المدينة والميناء على مستوى الباب واحد لتعزيز الصلة بين الكيانين. ميناء الدار البيضاء ذاكرة مستقبل.